السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في الحلقة الأولى من برنامج واحة العلوم، ويسعدنا استضافة الطالب منصور. لقد اقترب موعد الامتحانات يا منصور، ما رأيك أن نراجع الآن؟ حسناً، معنا ورقة عمل بها مجموعة من الأسئلة، نذهب بها إلى قسم العلوم حتى نراجعها معهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، يسر قسم العلوم العامة بمدرسة خالد بن أحمد أن يقدم لكم مراجعة التقرير الأول لمادة العلوم. وتضمن التقرير والمراجعة ثلاثة موضوعات. الموضوع الأول نتحدث فيه أعزائي الطلاب عن الجزيئات والذرات، والموضوع الثاني يتناول الوحدة الثانية الفلزات، أما الموضوع الثالث فهو عن الطاقة وتحولاتها. الموضوع الأول الذرات والجزيئات. فلنبدأ أعزائي الطلاب في حل هذه الأسئلة. مجموعة من الأسئلة تتناول الوحدة الأولى الذرات والجزيئات. السؤال الأول، ما هو رمز عنصر الأكسجين؟ ولدينا أربعة اختيارات، هل هو BR أو الO أو الS أو الNA؟ الإجابة الصحيحة بالطبع هي O، الإجابة B. نعم، بعد ذلك ونلاحظ أعزائي الطلاب أنك كلما أجبت سؤال صحيح ارتقيت في هذا الجبل. السؤال الثاني، عنصر الكبريت هو عنصر لا فلزي، رمزه N أم NA أم S أم SC؟ وبالطبع هو عنصر لا فلزي، الإجابة الصحيحة هي C الS. فعنصر الكبريت أعزائي الطلاب رمزه S، ولا بد أن نعلم أنه لا فلز، أي ليس له ولا بريق معدني، وأنه غير قابل للسحب والطرق، وأنه لا يوصل حرارة ولا كهرباء. وبالتأكيد تعلمون أعزائي الطلاب أنه يتواجد في المجموعة السادسة في الجدول الدوري، هذه معلومة هامة جدا. يتواجد عنصر الكبريت كما الأكسجين أيضا في المجموعة السادسة من مجموعات الجدول الدوري البالغ عددها. هل تعلمون كم عدد مجموعات الجدول الدوري؟ نعم، براغو، 18 مجموعة. ننتقل الآن إلى السؤال التالي. السؤال الثالث يقول، مما تتكون جزيئات مركب كربونات الكالسيوم؟ لدينا أربعة اختيارات، الاختيار الأولاني A molecules وترجمتها جزيئات، B gases غازات، C solids مواد صلبة، D elements عناصر. والإجابة الصحيحة أعزائي الطلاب، مما تتكون جزيئات مركب كربونات الكالسيوم، بالتأكيد هي تتكون من elements عناصر. نعم، والعناصر المكونة لهذا المركب كربونات الكالسيوم هو عنصران، ثلاثة عناصر، عنصر الكربون والأكسجين والكالسيوم. السؤال الرابع أعزائي الطلاب عبارة عن مسألة، ولا بد أن نستخدم فيها الورقة والقلم إذا كنت تريد أن تصل إلى الإجابة الصحيحة. يقول السؤال، تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي لتحويل مركب غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء إلى الجلوكوز والأكسجين وفق المعادلة التالية، ثاني أكسيد الكربون زائد ماء بيتحول في عملية البناء الضوئي إلى جلوكوز وأكسجين. فإذا علمت أن النباتات يستخدم 44 جرام
من ثاني أكسيد الكربون و18 جرام من الماء لإنتاج 32 جراما من الأكسجين. فكم هي كمية الجلوكوز الناتجة؟ أعزائي الطلاب، هذه المسألة تطبيق مباشر على قانون حفظ الكتلة، فلا بد أن تكون كتلة المواد الداخلة في التفاعل مساوية تماما لكتلة المواد الخارجة من التفاعل. وبجمع طرفي المعادلة نجد أن النتيجة الصحيحة، أعطيكم دقيقة للتفكير، هل هي 30 جرام أم 26 جرام أو 49 جرام أو 62 جرام؟ لا شك أنكم توصلتون الإجابة الآن. الإجابة الصحيحة هي 30 جرام. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب إلى السؤال الخامس الذي يقول: ما هو أصغر جسيم في العنصر؟ ما هو أصغر جسيم في العنصر؟ لدينا أربعة إجابات، أربعة اختيارات. نبدأ بترجمة كل اختيار. الاختيار A الأول compound مركب، الاختيار الثاني B atom اللي هي الذرة، والاختيار الثالث C molecule جزيء، والاختيار الرابع D mixture أو مخلوط. لا شك أن أصغر جسيم في العنصر على الإطلاق هو نعم الذرة، الاختيار الثاني أتوم. بعض الطلاب قد يخطئون ويختار الاختيار الثالث وهو الجزيء. نعم الجزيء من أصغر جسيمات العنصر والمادة، ولكن الذرة أصغر. وهناك خاصية أخرى نعرفها عن الجزيء، أنه يظل محتفظ بخواص المادة، وهذا هو الفرق الرئيسي بينه وبين الذرة، أن الذرة هي أصغر من الجزيء، وأن الجزيء يظل محتفظا بخواص المادة. وهذه معلومة هامة لابد أن تكون على علم بها. بعد ذلك ننتقل أعزائي الطلاب إلى السؤال السادس، ويتناول السؤال التالي: أي من التالي يوضح طريقة الكشف عن غاز الهيدروجين؟ أي من التالي، الاختيارات التالية، يوضح طريقة الكشف عن غاز الهيدروجين؟ هل هو رقم واحد اشتعال بدون فرقعة، أم هو رقم اثنين اللون المميز لغاز الهيدروجين، أم هو رقم ثلاثة الاشتعال مع الفرقعة حدوث فرقعة، أم رقم أربعة الرائحة النفاذة؟ تعالوا نراجع أعزائي الطلاب خواص غاز الهيدروجين. نحن نعلم أنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، إذن الاختيار B والاختيار D مستبعد، فهو ليس له لون مميز لأنه عديم اللون، وليس له رائحة مميزة نفاذة كما هو الاختيار، فنستبعد أيضا الرائحة النفاذة. إذن الإجابة هي اشتعال بدون فرقعة أو اشتعال مع فرقعة، وأضرب لكم الخيار. الإجابة الصحيحة بالفعل هي اشتعال مع فرقعة رقم C. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب إلى السؤال التالي، وقد نوهنا عنه من قبل: يتكون الجدول الدوري من نقط مجموعة رأسية. يتكون الجدول الدوري من عدد نقط مجموعة رأسية. الاختيارات A 18 B 17 C 22 D 112. طبعا 112 هو عدد العناصر في الجدول وليس عدد المجموعات، أما 22 فإجابة مستبعدة، أما عدد مجموعات الجدول الدوري فهي 18 مجموعة، إذن الإجابة الصحيحة هي A. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر: الكبريت عنصر لا فلزي، رمزه هل هو S أم H أم O أم N؟ بالطبع الإجابة الصحيحة هي S A، الإجابة الاختيار A. السؤال التالي، السؤال رقم 9، لا
نتحدث عن عنصر المغنيسيوم هو عنصر فلزي رمزه، ولديك أربعة اختيارات، هل هو K، هل هو MG، هل هو CA، أم هل هو C. بالتأكيد ندري أن عنصر الذي رمزه C هو عنصر الكربون، أما العنصر الذي رمزه CA هو الكالسيوم، والعنصر الذي رمزه K هو البوتاسيوم. إذن فالعنصر المغنيسيوم رمزه MG، الإجابة رقم B. أحسنت. السؤال العاشر، بعد دراستك للمعادلة التالية C plus O2 equals CO2، ودي معادلة تكوين غاز ثاني أكسيد الكربون باتحاد الكربون مع الأكسجين، أجب عزيز الطالب عن السؤال التالي، ما الذي يمثله ناتج هذا التفاعل؟ ولذلك أربعة اختيارات ستبدأ بترجمتها. هل ناتج هذا التفاعل هو A mixture مخلوط، B solution محلول، C compound مركب، MD metal يعني فلز؟ بالطبع لو نظرنا الى ناتج هذا المركب، ناتج هذا التفاعل، فان الناتج هو C compound. برافو عليك، الناتج هو compound وليس element او metal. بعد ذلك السؤال الحادي عشر، يتكون الجدول الدوري الحديث من نقط دورة أفقية. قلنا سابقا في السؤال السابق أنه يتكون من 18 مجموعة رأسية، والآن حان الوقت لكي نعرف أنه يتكون من عدد من الدورات، هل هي 112 دورة أم 17 دورة أم 18 دورة أم 7 دورات؟ نعلم أعزائي الطلاب أنه يتكون من 7 دورات. برافو، إجابة صحيحة. بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثاني عشر، ويقول السؤال، أصغر جزء من المادة ويظل محتفظا بخصائص هذه المادة، هل هو الجزيء A، هل هو B الذرة، هل هو C العنصر، هل هو D المركب؟ لا شك أعزائي الطلاب أنكم توسطون الإجابة، فقد قلتها سابقا، أصغر جزء من المادة يظل محتفظا بخصائص وخواص هذه المادة هو الجزيء، الاختيار رقم A. أحسنت. بعد ذلك السؤال الثالث عشر والأخير، ما هو رقم المجموعة التي يقع بها عنصر الأكسجين في الجدول الدوري؟ ولقد نوهت سابقا أعزائي الطلاب أن الأكسجين والكبريت كلاهما يقع في المجموعة، هل تذكرون الإجابة؟ نعم، المجموعة السادسة، الاختيار رقم B. أحسنتم. الموضوع الثاني أعزائي الطلاب نتحدث فيه عن الفلزات، وهو موضوع الوحدة الثانية، الفلزات ولا فلزات، دروس هامة جدا، ونبدأ الآن في هذا الجيم وهذه الأسئلة، مجموعة من الأسئلة عن الفلزات ولا فلزات وخواصها وصدأ الحديد. السؤال الأول أعزائي الطلاب يقول، الفلز الذي لا يتفاعل مع الماء البارد ويتفاعل مع بخار الماء هو، هل هو A المغنيسيوم، أم B الصوديوم، أم C الزنك أو الخرسين، أم D الكالسيوم؟ بالتأكيد الصوديوم يتفاعل مع الماء البارد، ونعلم أنه يتفاعل تفاعلا شديدا، إذن فهو ليس الإجابة الصحيحة. أعزائي الطلاب بالطبع نعلم أن المغنيسيوم يتفاعل مع الماء البارد، إذن فالإجابة الصحيحة هي المغنيسيوم، هو الذي يتفاعل، لا يتفاعل مع الماء البارد ويتفاعل مع الماء الساخن. ننتقل بعد ذلك للسؤال الثاني، السؤال الثاني يقول، ناتج تفاعل فلز الصوديوم مع الماء هل هو A هيدروكسيد الصوديوم، هل هو B أكسيد الصوديوم، هل هو C كبريتات الصوديوم، أم D كلوريد الصوديوم؟
لا شك أننا سوف نستبعد كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم لأنها أملاح ولا يوجد في الماء لا كلور ولا كبريتات. أما الإجابة الصحيحة فهي بالطبع هيدروكسيد الصوديوم. ومن الممكن أن يأتي السؤال مع فلزات أخرى زي فلز المغنيسيوم أو الكالسيوم، والإجابة دائما هي الهيدروكسيد. تفاعل الفلز مع الماء يؤدي لتكون الهيدروكسيد وخروج غاز الهيدروجين. أحسنتم، إجابة صحيحة. السؤال التالي، السؤال رقم 3، يقول لماذا لا يتفاعل النيكل ومحلول كلوريد الكالسيوم؟ هل لأن رقم 1 النيكل أنشط من الكالسيوم، أم هل لأن نشاطهما متساوي، أم هل لأن الكالسيوم أنشط من النيكل، أم لأن النيكل أنشط من الكلور؟ بالنظر للسؤال نعلم أعزائي الطلاب أن الكالسيوم أنشط من النيكل، وبالتالي لا يستطيع النيكل أن يحل محله في أملاحه. نعم، إجابة صحيحة، الكالسيوم أنشط من النيكل. السؤال التالي، نتحدث عن الفلز الذي يتفاعل مع بخار الماء فقط. مرة أخرى، الفلز الذي يتفاعل مع بخار الماء فقط هو، والاختيارات رقم 1 A النحاس، B الألمونيوم، C المغنيسيوم، D الحديد. وبالنظر إلى هذه الاختيارات نجد أن النحاس لا يتفاعل مع الماء ولا بخار الماء، وبالتالي ليس هو الاختيار الصحيح. أما المغنيسيوم فيتفاعل مع الماء البارد، وبالتالي ليس هو الاختيار الصحيح. أما العنصر الذي يتفاعل مع بخار الماء فقط هو عنصر الألمونيوم. أحسنتم، إجابة صحيحة. بعد ذلك السؤال الخامس، علل يحفظ الصوديوم تحت سطح الكيروسين لأنه، هل هو لأنه لافلز A، أم هل هو B لأنه خامل فيحفظ تحت سطح الكيروسين، أم هل هو C لأنه مركب، أم هل هو الإجابة رقم D لأنه نشيط؟ طبعا الصوديوم ليس لافلز، وبالتالي نستبعد الإجابة الأولى A، وليس خاملا فنستبعد الإجابة B فهو ليس خامل، كما أيضا أنه ليس مركب فنستبعد الإجابة C، وتكون الإجابة الصحيحة يحفظ الصوديوم تحت سطح الكيروسين لأنه نشيط. أحسنتم، إجابة صحيحة. بعد ذلك أعزائي الطلاب ننتقل للسؤال السادس، حيث يقول تغطية سطح الحديد بطبقة من الخرسين تسمى A جلفنة، B صنفرة، C الطلاء الكهربي، D التشحيم. لا شك أنكم توصلتم للإجابة الصحيحة، بالفعل تغطية سطح الحديد بطبقة من الخرسين تسمى جلفنة. نعم، وما السبب في ذلك أعزائي الطلاب؟ نستخدم الجلفنة لحماية الحديد من الصدأ، وهي وسيلة من ضمن 4 وسائل لحماية الحديد من الصدأ: الجلفنة والتزييت والتشحيم والطلاء الكهربي. بعد ذلك السؤال السابع، في التفاعل الكيميائي يكون A تتفاوت كتلة المتفاعلات والنواتج لنفس التفاعل، مرة تكون المتفاعلات أكتر ومرة تكون النواتج أكتر، B كتلة المتفاعلات أقل من كتلة النواتج، أم C كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج، أم D كتلة المتفاعلات أكثر من كتلة النواتج. لا شك أعزائي الطلاب بعد دراستنا لموضوع حفظ الكتلة نعلم تماما أنه لابد أن تكون كتلة المتفاعلات تساوي كتلة النواتج في أي تفاعل كيميائي، وهو المقصود بقانون حفظ الكتلة، قانون في غاية الأهمية. ننتقل بعد ذلك أعزائي الطلاب للسؤال الثامن، ويقول السؤال مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية التي تبين المواد الداخلة والخارجة من التفاعل وشروط التفاعل إن وجدت. لا شك أن هذا التعريف هو تعريف ينطبق على الاختيارات A التفاعل الكيميائي، M B العنصر،
دي المركب ام سي المعادله الكيميائيه؟ لا شك ان هذا التعريف هو تعريف المعادله الكيميائيه. فالمعادله الكيميائيه، احسنتم اعزائي الطلاب، المعادله الكيميائيه هي مجموعه من الرموز والصيغ الكيميائيه التي تبين ثلاثه اشياء: المواد الداخله في التفاعل، والمواد الخارجه في التفاعل، وشروط التفاعل ان وجدت. الموضوع الثالث اعزائي الطلاب يتحدث عن الطاقه، الوحده الثالثه موضوعات الطاقه وتحولاتها. وهناك مجموعه من الاسئله نتناولها سويا ان شاء الله عن الطاقه. السؤال الاول اعزائي الطلاب يقول: عند القاء حجر من اعلى جبل، ونلاحظ عند القاء حجر من اعلى جبل، قد يكون من اعلى جبل او من اعلى مبنى، قد يختلف السؤال ولكن الاجابه واحده. عند القاء حجر من اعلى جبل، فاي الاجابات التاليه يكون صحيحه؟ هل تتحول طاقه الوضع، عفوا A، من طاقه حركه الى طاقه وضع، ام B من طاقه وضع الى طاقه حركه، ام C من حركيه الى ضوئيه، ام اختيار رقم D من حركيه الى كهربيه؟ لا شك ان لابد ان نستبعد الاختيار رقم D لانه ليس هناك طاقه كهربيه ولا طاقه ضوئيه، فنستبعد الاختيار رقم C. اما الاختيار الصحيح فهو B من طاقه وضع الى طاقه حركه. احسنتم، لان طاقه الحركه، طاقه الوضع المخزنه في هذا الجسم تتحول كليا الى طاقه حركه عند القائه من اعلى جبل، وكلما كان الجبل اكثر ارتفاعا كانت طاقه الحركه المتولده لدى الجسم اكبر، لان طاقه الوضع المخزنه فيه كانت اكبر. بعد ذلك ننتقل للسؤال الثامن، لديك الورقه مرتب فيها الاسئله، اذهب للسؤال الثامن ونرى الان. السؤال يقول: المصباح الكهربي يحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط. نستعرض الإجابات أعزائي الطلاب: A من كهربية إلى ضوئية، B من كهربية إلى صوتية، C من كهربية إلى حركية، D من كهربية إلى كيميائية. أعطيكم فرصة للإجابة. هل توصلتم الى الاختيار الصحيح؟ لا شك ان الاجابه الصحيحه هي A، يحول المصباح الكهربي الطاقه الكهربيه الى طاقه ضوئيه، الاختيار A. احسنتم اعزائي الطلاب. السؤال التالي هو السؤال الثالث، يقول السؤال اعزائي الطلاب: تاثير زياده درجه الحراره على اكسجين الماء، الأكسجين الموجود في الماء يتأثر بارتفاع درجة الحرارة، وهذا سؤال مهم جدا وخصوصا بالنسبة لمياه الصرف المستعملة، الصرف الصناعي المستعملة في مصانع البتروكيماويات. هذه المياه تكون درجة حرارتها مرتفعة، إذا نزلت إلى ماء البحر ودرجة حرارتها مرتفعة تؤثر على الأكسجين الموجود في الماء وتؤثر على الكائنات البحرية. ما هو نوع هذا التأثير؟ هل الاختيارات A تحافظ على الأكسجين؟ هل B لا تؤثر على الأكسجين؟ C تزيد من الأكسجين؟ D تقلل الأكسجين؟ هل توصلتم الإجابة؟ نعم، أحسنتم. تأثير زيادة درجة الحرارة على الأكسجين هي تقلل من الأكسجين، وذلك قد يؤدي إلى عواقب بيئية وتلوث بيئي وتلوث المياه، وقد يؤدي إلى موت الأسماك والكائنات البحرية. بعد ذلك نختار سؤال آخر. السؤال السادس وفي منتهى الأهمية، عن وحدة قياس الطاقة. يقول السؤال: وحدة قياس الطاقة هي؟ الاختيارات A الأمبير، B المتر، C الجول، D الوات. أعطيكم فرصة للإجابة. هل توصلتم للإجابة الصحيحة؟ أعتقد أن كلكم توصلتم لها. الإجابة الصحيحة هي الجول. أحسنتم، الجول هو وحدة قياس الطاقة في النظام الدولي. ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر.
واختيار الأسئلة كما ترون يتم عشوائيا. السؤال العاشر: المسجل أو المذياع يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة نقط. المسجل أو المذياع يحول الطاقة الكهربية، هي الطاقة الداخلة إليه، إلى طاقة، ما نوع الطاقة الخارجة منه؟ هل هي اختيارات A طاقة حركية، B طاقة ضوئية، C طاقة صوتية، D طاقة نووية؟ هل توصلتم للإجابة الصحيحة؟ إنه سؤال سهل جدا. نعم بالفعل أحسنتم، يحول المذياع أو المسجل الطاقة الكهربية إلى طاقة صوتية. بعد ذلك نذهب إلى سؤال آخر. السؤال يقول أعزائي الطلاب: تعتمد طاقة الحركة لجسم على ولديك 4 اختيارات: A تعتمد على سرعته فقط، B تعتمد على كتلته فقط، C تعتمد على سرعته وحجمه، D تعتمد على سرعته وكتلته. الإجابة الصحيحة: تعتمد طاقة الحركة للجسم على سرعته وكتلته. أحسنتم، الإجابة هي D. إذن فالطاقة الحركية للجسم تزداد كلما زادت سرعته أو زادت كتلته. معلومة في غاية الأهمية. السؤال التاسع: التلفزيون يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة نقط، ولديك 4 اختيارات. هل التلفزيون يحول الطاقة الكهربية إلى طاقة A حركية، B ضوئية، C طاقة وضع، D طاقة كيميائية؟ وبالتفكير قليلا نعرف أنه بالفعل أحسنتم، يحول التلفزيون الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية. وهناك ناتج آخر، الطاقة الصوتية، ولكن هذا السؤال تحدث فقط عن الطاقة الضوئية. السؤال التالي أعزائي الطلاب يحتاج إلى التركيز. يقول السؤال: 4 كتب على أرفف مكتبة. كتاب رقم 1 يوجد على ارتفاع 4 متر، يعني في الرف الأخير الأعلى. كتاب رقم 2 يوجد على ارتفاع 3 متر، والكتاب الثالث رقم 3 يوجد على ارتفاع 2 متر، والكتاب الرابع يوجد على ارتفاع 1 متر فقط. أيهما كتاب لديه طاقة وضع أعلى؟ أي كتاب لديه طاقة وضع أعلى في هذه الكتب؟ وبعد قليل من التفكير، لابد أن يكون الكتاب الأكثر ارتفاعا هو الذي يحتوي على طاقة وضع أكثر. إذن الإجابة هي نعم، بي أحسنتم، الموجود الكتاب رقم 1 وارتفاعه على ارتفاع 4 أمتار من سطح الأرض. ولما كان الارتفاع هو الأعلى، إذن فطاقة الوضع لهذا الكتاب هي الأعلى بين الكتب الأخرى. السؤال التالي يقول السؤال: تحولات الطاقة في العضلات، نوع تحولات الطاقة في العضلات. الاختيارات، السؤال لدينا 4 اختيارات. الاختيار الأول A من طاقة كيميائية إلى إشعاعية، B من طاقة حركية إلى طاقة وضع، C من طاقة كيميائية إلى حركية، D من طاقة حركية إلى كهربية. أعطيكم فرصة للإجابة، والسؤال يحتاج إلى التركيز. تحولات الطاقة في العضلات هي، أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي C، من كيميائية إلى حركية. ننتقل للسؤال التالي. إذا سقط جسمان متساويان في الكتلة، جسم رقم 1 وجسم رقم 2، من على ارتفاع 5 متر و10 متر على الترتيب، يعني الجسم الأولاني سقط من ارتفاع 5 متر والجسم رقم 2 سقط من ارتفاع 10 متر على الترتيب، أيهما يكون له طاقة حركة أكبر؟
وهذا السؤال يحتاج إلى تفكير. الجسم الذي لديه طاقة حركة أكبر هو الذي كان لديه طاقة وضع أكبر. فالإجابات A 2 الجسم رقم 2، B الجسم رقم 1، C الجسم 1 و 2، D متساويان. بالطبع الجسم الذي كان لديه طاقة وضع أكبر ولديه الآن طاقة حركة أكبر هو الجسم رقم 2، الاختيار رقم A. أحسنتم، بارك الله فيكم ونفعكم إن شاء الله بهذه المعلومات وتحصلون على أعلى الدرجات.